الأول منورين، قولوا لنا بقى يعني عملتوا ايه النهارده لحظة وصول المنتخب كده؟ احنا رجينا ما لحقناش نقابل أي حد، احنا جينا زي ما أنت شايف كده ما لحقناش نقابل حد. ما لحقتهمش وهم نازلين؟ لا ما لحقناش. شفنا بس الباص وهو جاي كده، كان في اللعيبة والجهاز الفني، شفنا الكابتن وائل جمعة والباص دخل هنا واللعيبة دخلت لجوه على طول. قول لي يعني مصرين ليه اللي أنتوا تيجوا متأخر كده وتستنوه؟ لازم نقف جنب فريقنا منتخبنا، لازم نشجعهم ونكون جنبهم عشان خاطر يحققوا لنا البطوله ان شاء الله، يعدوا يعملوا اداء كويس جدا في البطوله. نتمنى بس نوصل كاس عالم. البطوله بالنسبه لنا ما هي الا يعني اللعيبه تاخد على بعض، تتاقلم مع بعض، مش محتاجين منهم اي حاجه في البطوله، ان هم يتاقلموا بس، لان فتره الكابتن حسام البدري ما كانش حصل اي تاقلم بين اللعيبه. نتمنى الماتشات اللي جايه ان شاء الله نشوف اداء اقوى في المنتخب ويرجع بقى منتخب الفراعنه تاني، منتخب السجدين. جايين دلوقتي الساعه 10 وفي ناس كتير قوي كانت حابه ان هي تيجي، بس يعني نظرا لظروف الشغل وكده، واكيد احنا بنساند المنتخب وبندعم ومتمنين يعني ان المنتخب يكون هنا بروفا كاس العرب او فتره اعداد للمنتخب، على اساس ان احنا اهم شيء ان احنا نوصل كاس العالم، بس ده اهم شيء يعني. رسالتك للعيبه المنتخب بقى ايه النهارده؟ ان شاء الله باذن الله خليهم يعني شد حيلهم وندعمهم، وان شاء الله احنا ما هنا برده مستنظرين يعني بقى لنا ساعتين عشان خاطر برده منتخبنا، لازم ندعمه برده ونوقف جنبيه، وان شاء الله الفتره الجايه يكون احسن. شكرا شباب.